إما أن تذكر واحدة من أغنياتك وتقول لمن كانت موجهة، أو تمسك عودك وتسمعنا أي حاجة تحبها. أوكي، أمسك العود. أمسك العود. يا سلام، هو ده اللي احنا كنا عايزينه، هو ده العود. بعد إذنك أستاذ خالد، بس ما في عندنا ستاند حتى نخلي عليه هذا. عندي ريشة، عندي شايلها بجيبي. إذا انتي وينك دكتورة، مريضك قرب يموت، احضن وابوس الصورة ولا خبر منك لا صوت. انتي وينك دكتورة، مريضك قرب يموت، احضن وابوس الصورة ولا خبر منك لا صوت. مشتهي منك لمسة، كلمة حلوة وهمسة، حلفوها لا تقسى، تضحك لي ضحكة من تفوت. انتي وين دكتورة، مريضك قرب يموت، أحضن وبوس الصورة ولا خبر منك لا صوت. أحضر وابوس الصورة
مش عارفة هو هيطرحها امتى، مش عارفة، هي مش في الألبوم بس هتطرحها في يوم ما. خلاص خلاص راحت. هنسميها ايه دكتورة؟ هنسميها ايه؟ ايه دكتورة؟ انت وينك دكتورة؟ دكتورة مريضي قرب يموت، احضن وبوس الصورة ولا خبر منك لا صوت، مشتهي منك لمسة كلمة حلوة وهمسة حلفوها لا تقسى، تضحك لي ضحكة من تفوت، فززني قلبي من النوم، يطلب وجودك محروم، لازم تجيني بهاليوم. كلمات؟ كلماتي هي بسيطة يعني. أيوة حلوة. يعني حتى بعد ما مسمع هذا الفرقة يعني. أما أنت على بغتة يعني. أنت أول مرة تسمعها؟ ما سمعت. حضرتك سمعتها قبل كده؟ ولا ما سمعتهاش خالص؟ لا 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 والله ما حسمعها يعني. والله العظيم أنتوا فرقة عظيمة. الله يكف عنهم. ما شاء الله ما شاء الله. كاظم الساهر جدوله في مصر كان مزدحما، مزدحم بالحب أكتر ما هو بالمواعيد، من قبل ما يجي مصر ولحد آخر الزيارة بدأت بحفل على ساحل مصر الشمالي، وبعد كده في حفلة في الأوبرا، وأعتقد أن الجدول فيه أكثر من كده بخلاف البرنامج ده. يعني حقيقة أنا أحبكم. إحنا اللي بنحبك. يعني والله العظيم يعني هذا الشعور يعني فعلا فعلا من القلب، لأن تحسي أنه كل واحد تجلسي معه بس دقائق تحسي نفسك تعرفيه من زمان، يعني على النكات وعلى الترحيب الحلو وعلى البساطة وعلى هاي والمحبة تحسيها بوجوههم بالعبارات الحلوة اللي سمعتها من استقبلوني. حقيقة يعني أعطيتوني الكثير، أعطيتوني الكثير، وإن شاء الله الزيارات تتكرر أكيد يعني إن شاء الله. وما أعرف، المهم أنا أحاول أعوض بأي طريقة، أعطي بجهدي، أحاول أعطيكم ألحان تحبوها، أغاني تحبوها أنه تستمتعوا بها. أنا عندي هذه هي حياتي حقيقة، هذا اللي أقدر أنا أعطيه. كل التحية والحب والمحبة. شكرا. انت رائعة طبعا. شكرا لك. وقوية ما شاء الله. شكرا لك. طلعتي منا اشياء احنا ما ردنا نقولها، ولا كأنك مسوية شيء. تعرف هو مبسوط ولا مش مبسوط بس تمام. اشكرك اشكرك.